صباح الخير ونستهل النشرة بالعناوين. الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يستقيل من منصبه وتظاهرات في الشارع ترحيبا بالقرار. إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطن جنوب نابلس والاعتداء عليه رغم خطورة حالته. تظاهرة لعشرات الحاخامات المناهضين للصهيونية في نيويورك لمطالبة ممثلهم عن بروكلين بالاستقالة والاعتذار عن تصريحات معادية لفلسطين. الجمعية التأسيسية في فنزويلا ترفع بالإجماع الحصانة النيابية عن غوايدو والإعلام يكشف خطة للمعارضة للاستيلاء على السلطة بدعم أمريكي. الجيش اليمني واللجان يستهدفون خميس مشيط السعودية بصاروخين واستشهاد 4 مدنيين بغارات للتحالف السعودي على البيضاء. وفي النشرة أيضا الصين تستبق الفيضانات بتفجيرات جليدية، أعمدة بيضاء تجذب مجموعات السياح. أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته في رسالة إلى رئيس المجلس الدستوري، وقال بوتفليقة إنه اتخذ قرار الاستقالة عملا بصلاحياته الدستورية للإسهام في تهدئة المواطنين وإتاحة المجال للانتقال بالجزائر إلى مستقبل أفضل وفق ما تقتضيه سلامة سير المؤسسات أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للبلاد. سنوات طويلة في العمل السياسي ونحو عقدين من حكم الجزائر طبعت سيرة عبد العزيز بوتفليقة، ترك بصمات عديدة في تاريخ الجزائر منذ أن التحق بصفوف جيش التحرير الوطني وهو في 19 من عمره، انضوى في جبهة الصحراء وتولى مهام على الحدود الجزائرية مع مالي ليصبح اسمه الحربي حينها عبد القادر المالي. بعد استقلال الجزائر تولى مناصب عديدة كعضوية المجلس التأسيسي الوطني وكأصغر وزير في تاريخ البلاد بتوليه حقيبة الشباب والرياضة والسياحة، كما بات أصغر وزراء الخارجية سنا في العالم حين تولى المنصب عن عمر 26 عاما. تقلد عضوية اللجنة المركزية والمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني قبل أن ينتخب بالإجماع رئيسا للدورة 29 الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما أتاح يومها للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات إلقاء خطاب من على منبر الجمعية وإقصاء الوفد الجنوب أفريقي بسبب سياسة التمييز العنصري. نادى مرارا بالوحدة العربية وكان من أبرز الوجوه السياسية في عهد الرئيس هواري بومدين، وقف إلى جانبه خلال وبعد الانقلاب الذي أطاح عام 65 الرئيس الأسبق أحمد بن بلة. غادر بوتفليقة البلاد بعد وفاة بومدين ليعود إليها بعد أحداث تشرين الأول أكتوبر عام 88 مشاركا في كبح جماح الأزمة الأمنية والسياسية التي غرقت فيها البلاد. خاض السباق إلى الرئاسة كمستقل ليعتلي سدة الحكم عام 99 ويبقى في منصبه 20 عاما قبل تقديم استقالته. وزارة الدفاع الجزائرية كانت أصدرت بيانا دعت فيه إلى التطبيق الفوري للحل الدستوري المتمثل في تطبيق مواد الشغور الرئاسي، وأكد قائد الأركان وقوفه إلى جانب مطالب الشعب. جاء ذلك بعد اجتماع عالي المستوى عقد في وزارة الدفاع ضم كبار القادة العسكريين وقادة النواحي العسكرية، وطلب بيان الجيش بالإسراع في مباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية. وبعد استقالة بوتفليقة خرج المواطنون إلى شوارع العاصمة الجزائرية ترحيبا بقراره، ورفعوا الأعلام الجزائرية احتفالا وجالوا في مواكب سيارة. في المواقف، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق المقري قال إن بوتفليقة استقال قصرا تحت الضغط. رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أكد ضرورة تأليف لجنة وطنية لمراجعة قانون الانتخابات، كما دعا إلى وضع آليات انتقالية تبدأ بإنشاء مجلس رئاسي
بدوره شدد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة على أن الحل يجب أن يكون دستوريا عبر تعديل قانون الانتخابات، وحذر من أن يعيد نظام بوتفليقة نفسه من جديد عبر الانتخابات وفق قوله. في مقابلة مع الميادين، قال رئيس البرلمان الجزائري السابق والقيادي في جبهة التحرير الوطني عبد العزيز زياري إنه جرى استغلال مرض الرئيس بوتفليقة لتسيير شؤون الدولة، وأكد الحاجة للانتقال إلى نظام جديد وشفاف. بداية الحل إن شاء الله للأزمة اللي تعرفها الجزائر اليوم، نعتبر بطبيعة الحال أن القرار طول، القرار كان باش يتخذ منذ أسابيع الآن، وهذا اللي اضطر الجيش الوطني يتدخل كمؤسسة، لا كأفراد، كمؤسسة تحمي الدولة الجزائرية، في خدمة الدولة الجزائرية قبل كل شيء، قبل خدمة الأشخاص أو حتى السلطة. رئيس حزب الفجر الجديد وعضو ائتلاف المعارضة الجزائرية الطاهر بن بعيبش قال إن ما وصفه بالعصابة التي التفت حول بوتفليقة ابتزت أموال الناس وأدخلت البلاد في مشاكل. وفي مقابلة مع الميادين شدد على أن استقالة بوتفليقة جاءت في وقتها. كان منتظر جدا أنه مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنتظر أكثر مما وصلنا إليه، خاصة عندما أصبحت عصابة تتكلم باسم رئاسة الجمهورية وباسم الرئيس، وأصبحت يعني تعمل على خلط الأوراق والبحث على طرق لإدخال البلاد في فتن أخرى وفي مشاكل أخرى، ولهذا كان يجب عليه الاستقالة. ويعني ما بقاش الآن عنده، ما فيش مناورة أخرى يقدر يقوم بها، وبالتالي نظن هو أو الجماعة التي كانت تتكلم باسمه فهمت الرسالة مليح وأسرعت ربما لإنقاذ نفسها من أمور أخرى. بدوره رئيس حزب فضل الجزائري ينون الطيب قال إن المؤسسة العسكرية حمت الحراك باعتباره انتصارا للشعب الجزائري، مؤكدا أنها التزمت بالدستور. هدف المؤسسة العسكرية ومنذ اللحظة الأولى قد عملت على أن تكون هذا الحراك هو انتصار للشعب الجزائري، فحمته في الشوارع وكانت بجانبه واحترمت الدستور بكامله بذكاء وعفة وسهر، لكي لا نعطي الفرصة للدول الأخرى التي تتصيدنا كما تصيدت العديد من الدول الأخرى لتنكب علينا وتأخذ حقوقنا وتعبث برزقنا وتعبث بوطننا وبقيمنا. ولهذا بقينا وبقيت المؤسسة العسكرية ملتزمة بهذا الدستور. من العاصمة الجزائرية ينضم إلينا مراسل ميادين أسامة عبد النور. أسامة صباح الخير، إذا ما هي أحدث ردود الفعل على استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والشارع كيف تعامل مع هذه الاستقالة وماذا عن الأيام المقبلة؟ حتى ساعات صباحي دخل الجزائريون وخرجوا أولا ثم رجعوا إلى بيوتهم وهم يحتفلون بقرار رئيس بوتفليقة الانسحاب من سدة الحكم وتقديم استقالته. أحزاب الموالاة أصدرت بيانات واجتمعت اجتماعات طارئة، هناك من ضمن قرار رئيس بوتفليقة بالاستقالة واعتبره مخرجا مشرفا لرجل قضى 20 سنة في خدمة الجزائر وقدم فيها ما قدم وأخفق فيما أخفق. أما أحزاب المعارضة فكلها يعني أصدرت بيانات وتحدثت عن ضرورة مواصلة الإصلاحات وفتح حوار وطني وضرورة كذلك حماية مكتسبات الشعب التي حققها من خلال 6 جمعات متواصلة من الاحتجاجات والمطالبة بإصلاح سياسي عميق. الأحزاب كذلك أحزاب المعارضة تحدثت عن ضرورة تشكيل لجان شعبية تتولى المرحلة المقبلة من خلال اختيار ممثليها يكون لهم صوت في الحكومة الجديدة. أما من الكثير من الأكاديميين والباحثين فشددوا على ضرورة مرافقة المكسب السياسي والانتصار الشعبي وضرورة مرافقة ميلاد الجمهورية الثانية. الجزائر أمام تحدي جديد
كما تحدث الكثير من المواطنين الذين التقيناهم سهرة الليل في البث المفتوح الذي خصصته قناة الميادين بالحدث العربي الأول. كل المواطنين تحدثوا عن ضرورة مرافقة المكتسبات وحماية الجمهورية الجديدة وضرورة تسليم المشعلي للشباب، وكلهم شكروا الرئيس بالتفليق على ما قدم، وطالبوه كذلك وطالبوا مؤسسة الجيش لحماية مكتسباتهم والإسراف كما قلت عن الميادين الجمهورية الجديدة. شكرا جزيلا لك أسامة عبد النور مراسل ميادين في الجزائر. وفي ردود الفعل الدولية، قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون أنه واثق من أن الجزائريين سيواصلون انتقالهم الديمقراطي بطريقة هادئة ومسؤولة بعد إعلان بوتفليقة استقالته. لودريون أكد أن هذه الاستقالة لحظة مهمة في تاريخ الجزائر. من جهتها شددت الولايات المتحدة على أن الشعب الجزائري هو صاحب القرار بشأن مرحلة ما بعد بوتفليقة، واعتبرت وزارة الخارجية أن الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية. وفي الشأن الجزائري أيضا، أفاد مراسل الميادين بأن رجل الأعمال الجزائري علي حداد مثل أمام قاضي التحقيق في محكمة بئر مراد رئيس. وأضاف مراسلون أن حداد متهم بحيازة 3 جوازات سفر بطريقة غير قانونية وبتواطؤ من مسؤولين في دائرة بئر مراد رئيس، وأنه خضع للتحقيق مع عدد كبير من رجال الأعمال أمام فصيلة أبحاث الدرك. إلى فلسطين المحتلة، حيث أقدم مستوطن إسرائيلي على إطلاق النار بدم بارد على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وقد قام المستوطن بتصوير الشاب الذي جرى الاعتداء عليه رغم خطورة حالته، حيث ترك ينزف لفترة من الوقت قبل نقله إلى المستشفى. الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل أعلن أن جنود الاحتلال نقلوا شابا آخر مصابا بجروح خطيرة إلى المستشفى من دون إعطاء تفاصيل أخرى. من جهة أخرى، وفيما يستعد الأسرى لإضراب مفتوح عن الطعام والماء في الأيام المقبلة، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تحميل الوفد الأمني المصري 3 مطالب تتعلق بالأسرى داخل سجون الاحتلال. وقال هنية أن المطالب هي رفع أجهزة التشويش التي نصبها الاحتلال في أقسام الأسرى وإلغاء العقوبات واستئناف الزيارات. وأوضح أن الوفد المصري سلم الفصائل جدولا زمنيا لتنفيذ تفاهمات التهدئة. إلى ذلك، نشر الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام فيديو لأغنية باللغة العبرية يحمل عنوان رسالة من الأسر، ويتحدث عن مسألة الإسرائيليين لدى حماس. وكانت كتائب القسام قد عرضت أواخر سنة 2015 صورا لأربعة إسرائيليين لديها بينهم جندي من دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهم. من بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام. ناصر، صباح الخير. جنوب نابلس، ما الذي جرى بالتحديد وكيف هي حال الفلسطيني الذي ترك ينزف قبل نقله إلى المستشفى؟ وفيما يتعلق بالأسرى، كيف ينتظر أن تتعامل سلطات الاحتلال مع المطالب فيما يتعلق بالأسرى الذين يفترض أن يدخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام في الأيام المقبلة؟ صباح الخير أحمد. جريمة جديدة ارتكبها الاحتلال والمستوطن مع بعضهم البعض ضد شبان فلسطينيين من منطقة نابلس، حيث يؤكد شهود العيان لنا بأنه كان مستوطن يزاحم سيارات العرب على حجز حوار. نزل سائق سيارة عربية من سيارته لحل المشكلة، فقاموا بإطلاق النار باتجاهي ورميا بالرصاص إعدام حقيقي. أثناء إطلاق النار من جانب جندي والمستوطنين أصيب شاب آخر فلسطيني من دار رواجبة عمره 22 عاما برصاصة في الخصر. وعلى الفور المستوطنون قاموا بإخراج هواتفهم الذكية وقاموا بتصوير الجريمة كما لاحظنا، وكأننا في الغرب المتوحش. الشاب ينزف ولم يقدم له أي علاج ولم يوقف النزيف، ويعتقد أنه استشهد بينما هم يحتفلون ويجردونه من ملابسه وينتقطون الصور. وباللغة العبرية يقول المستوطن المسلح الذي يصور أن هذا مخرب عربي قام الجنود الأبطال بقتله، ويشتم
الشاب الفلسطيني وهو ينزف وهم فوق رأسه. الحادثة تتكرر بحجة عملية الطعن، لم يكن هناك أي طعن، وإنما كان المستوطنون في سياراتهم والجنود يقومون بالعربدة في المكان. جانب آخر، الأسرى أحمد، قوات الاحتلال كما أكد التلفزيون الإسرائيلي استنفرت أطباء احتياط لاستجلابهم للسجون، لا سيما أن 1400 من أسرى حماس أعلنوا أنهم سيخوضون الإضراب عن الماء والطعام. وكونهم سيضربون عن الماء هذا يعني تدهور صحي خطير وسريع قبل الانتخابات بيومين، مفروض يوم الأحد. قوات الاحتلال تقول بأنها لن تستجب لمطالب الأسرى، قود الهجمة ضد الأسرى الوزير جلعد أردان مرة أخرى، ونتنياهو شخصيا يتابع الأمر. لذلك هناك استنفار في مصلحة السجون، وتعتقد المخابرات الإسرائيلية بأنه أي إضراب للأسرى سوف يشعل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، فهم عنوان هام جدا ولا يمكن التهاون فيه. شكرا لك ناصر اللحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين. إلى غزة، حيث لم يرضي قرار الاحتلال زيادة مساحة الصيد البحري بناء على التفاهمات الأخيرة جميع الصيادين، ولا سيما أن المساحة تتفاوت من منطقة إلى أخرى. قرار الاحتلال زيادة مساحة الصيد لم يرضي جميع الصيادين، فالمساحة تتفاوت من منطقة إلى أخرى، أقصاها 15 ميلا والتي تأتي للمرة الأولى منذ فرض الحصار على غزة قبل 12 سنة، وأقلها 6 أميال لا يجد فيها الصياد ما يسد رمق عائلته. اليهود بتعرف جيد إنه المناطق اللي بتفتحها ما فيش فيها جدوى ولا فيها سمك، إحنا بنطالب الفتحات تكون كاملة. دام فيها تقسيم مساحات 6 و9 و15 احنا بنعده للصيادين، والتجارب اثبتت انه انه فخ على الوفد المفاوض اللي اصدر من كده يعني من 15 و20 ميل، انه يعطي انه حماية للصياد نفسه، لانه لو فتحوا لنا 20 ميل وفيش عندنا حماية بها وبقلتها. على مدار أسبوع أغلق الاحتلال البحر في وجوه الصيادين كعقوبة جماعية جراء إطلاق الصواريخ من غزة، ما أدى إلى خسائر أرهقت كاهلهم. أقل شيء لدينا خسائر بالحد الأدنى 250 ألف دولار لقطاع الصيد، هذا تعرض له قطاع الصيد. الخسائر الأخرى التي تنتج عن ممارسات الاحتلال في بعض الأحيان من إطلاق رصاص وإتلاف شباك وآخره، هذه تضاف إلى قائمة الخسائر. حق الفلسطيني في بحره وفق اتفاقية أوسلو هو 20 ميلا، ويبقى أمل الصياد زيادة المساحة ورفع حظر الاحتلال عن المواد اللازمة لقطاع الصيد. حصار في البر وآخر في البحر، هذه حال صيادي غزة، فمعاناتهم مع الاحتلال مضاعفة وتراوح بين مد وجزر، فحينا يمنح وأحيانا كثيرة يمنع. لنا شاهين غزة، الميادين. نشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو يظهر إحدى المستوطنات وهي ترشق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالطماطم، وذكرت صحيفة معريف أن نتنياهو تعرض للرشق بالطماطم أثناء زيارته لسوق في تل أبيب. زعيم حزب أزرق أبيض بني غانتس دان الحادثة فيما اتهمه حزب الليكود بنشر الفيديو. إلى نيويورك، حيث تظاهر ائتلاف من تحالف الحاخامات المناهضين للصهيونية أمام مقر البلدية مطالبين ممثلهم عن منطقة بروكلين بالاستقالة والاعتذار عن تصريحات معادية لفلسطين، وأخرى تتهم عضو الكونغرس إلهان عمر بمعاداة السامية. يا عضو المجلس البلدي، عليك الاعتذار من النائب إلهان عمر ومن يهود العالم الذين يفترض أن تمثلهم. لم يستسغ يهود بروكلين تصريحات وتغريدات أطلقها عضو المجلس البلدي عن مدينتهم كالمان ييجر يسخر فيها من فلسطين، كما اتهم عضوة الكونغرس الصومالية الأصل إلهان عمر بأنها معادية للسامية. فتظاهر ائتلاف من تحالف الحاخامات المناهضين للصهيونية أمام مقر بلدية نيويورك وطالبوه بالاعتذار وبالاستقالة.
القضية ليست قضية معاداة اليهود، إنها قضية معاداة إسرائيل. نحن هنا من اليهود الذين يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي، ونعادي الصهيونية ونرفض المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية. وإذا وصفت من يعادي الصهيونية بأنهم معاد للسامية، فنحن جميعا معادون للسامية، وهذا غير واقعي. وفي مقابل حركة الاحتجاج التي رفعت كل الشعارات المناوئة لإسرائيل والصهيونية، وقفت مجموعة من الصهاينة تحاول التشويش، وتم تجاهل أفرادها كليا، ومضى المحتجون يرددون المواقف المعادية لدولة الاحتلال. خرج وجهاء الأهالي ليدينوا مواقفه وليعبروا عن سخطهم بمواقف وبيانات علنية، كما رفعوا يافطات على جدران الكنيس في بروكلين مستنكرة. وعندما نتحدث عن أهالينا نقصد عددا هائلا من الأهالي الغاضبين بشدة. ييجر عضو المجلس البلدي عن منطقة بروكلين نفى وجود دولة تدعى فلسطين، تصريح أثار غيظ الكثير من اليهود الذين يقطنون المنطقة والحريصين كل الحرص على انتمائهم لفلسطين. نزار عبود، نيويورك، الميادين. رفعت الجمعية التأسيسية الفنزويلية الحصانة عن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، وصوتت الجمعية التأسيسية بالإجماع على السماح بمواصلة الإجراءات الجنائية ضد غوايدو أمام المحكمة العليا بحسب ما أعلن رئيس الجمعية. الجمعية صوتت بالإجماع على مواصلة الإجراءات الجنائية ضد غوايدو أمام المحكمة العليا وفقا لأحكام المادة 200 من الدستور الفنزويلي. من جهته غوايدو رفض تجريده من الحصانة النيابية وقال إنه يخشى الاعتقال، متهما الحكومة بقمع المواطنين المطالبين بحقوقهم على حد قوله. يعتقدون أنه من خلال الاستمرار في التهديد وفي الاختطاف كما فعلوا هذا العام وفي اضطهاد حزبنا السياسي وزملائنا المشرعين أنهم سوف يمنعون من الاستمرار. هم مخطئون، سنواصل القيام بعملنا حتى نحقق الحرية الدائمة للبلاد. يكلفون أنفسهم الاستمرار في محاكمة لا قيمة لها من قبل مدع عام لم يعين بشكل قانوني. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات على كشف قناة تيليسور الفنزويلية تقريرا يوثق خطة للمعارضة للاستيلاء على السلطة. خطة تحت عنوان التحرير تعتزم من خلالها المعارضة الفنزويلية الاستيلاء على السلطة في البلاد. هذا هو فحوى وثائق نشرتها قناة تيليسور في تقرير لها. القناة كشفت عن أن رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد تحدث قبل فترة قصيرة عن تدابير وتحركات تكتيكية سينفذها أنصاره في إطار عملية التحرير التي تهدف إلى الإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو بدعم من البيت الأبيض. وبحسب القناة فقد أشار غوايدو إلى أن العملية ستجري وتنفذ بقيادة لجان الحرية والمساعدة التي يتوجب عليها تشكيل خلايا الحرية في كل أرجاء البلاد. وقبيل تفعيل هذه اللجان تنطلق احتجاجات واسعة في كل المناطق. تيليسور أكدت أن الخطة ستدعمها الحكومة الأمريكية معتمدة على وثيقة نشرتها وكالة التنمية الأمريكية USAID في شباط فبراير الماضي. وفي الوثيقة ورد سرد مفصل لكيفية تشكيل شبكة من مجموعات صغيرة سماها غوايدو خلايا الحرية. ووفقا للخطة سيتم تشكيل فرق مهمتها التعاون مع شركاء غير تقليديين من USAID لتنفيذ عمليات هجومية دفاعية وتحقيق الاستقرار في الظروف القاسية. والمقصود بالشركاء غير التقليديين بحسب القناة هم عناصر من القوات الأمريكية الخاصة ووكالة الاستخبارات المركزية الذين سيؤدون دور المحفز على تخريب فنزويلا، كما ستدعم حكومة البرازيل المجاورة العمليات الجارية في فنزويلا. بالتوازي أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن بلاده ستواصل الضغط على فنزويلا وإنتاجها للنفط ومن يدعمها بالعقوبات الاقتصادية على حد قوله. بنس قال إنه من بين العقوبات التي فرضت في هذه المرحلة كانت على شركة النفط الفنزويلية، وأضاف أن بلاده تدرك أهمية النفط ووجوده في فنزويلا، لكنها ستستمر في وقوفها بحزم ضد النظام والضغط عليه كما قال.
من بين العقوبات التي فرضناها في هذه المرحلة على فنزويلا كانت من ضمنها شركة النفط. نحن ندرك أهمية النفط بالنسبة إلى بلادنا، وندرك أيضا أهمية توافره في فنزويلا، لكن أسعار النفط في جميع أنحاء العالم تنخفض تارة وترتفع تارة أخرى. سنواصل الوقوف بحزم في وجه هذا النظام، وسنمارس المزيد من الضغط عليه. من بيروت تنضم إلينا مديرة موقع الميادين إسبانول وفيقة إبراهيم. وفيقة صباح الخير، ما السيناريو المحتمل بعد رفع الجمعية التأسيسية لفنزويلا الحصانة عن خوان غويدو والذي بدوره رفض هذا القرار، وما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها أيضا السلطات الفنزويلية في إطار مواجهة خطة المعارضة للاستيلاء على السلطة كما جاء في التقرير الذي عرضته قناة تيليسور؟ نعم أحمد، الحقيقة هو الحصار الآن مواجهة غويدو هي مع السلطات القضائية في البلاد وليس مع التشافيزيين بحد ذاتهم. يعني هو ارتكب انتهاكات كبرى في للدستور، يعني يزداد الحصار القانوني في فنزويلا على النائب المعارض خوان غويدو إثر موافقة الجمعية الوطنية التأسيسية على قرار رفع الحصانة البرلمانية عن هذا الذي نصب نفسه كرئيس مؤقت لفنزويلا. طبعا محكمة العدل العليا طلبت ووافقت هيئة المندوبين المفوضين أمس يوم ثلاثة على وقف الضمانات والحصانة لهذا الشخص، يعني والبرلمان يعتبر أساسا بحكم المجمد بموجب الدستور، لأنه في هيئة في جمعية وطنية تأسيسية في البلاد. وكما تعلم أنه النائب غويدو انتهك التدبير الاحترازي القضائي الذي يمنعه من مغادرة البلاد دون إذن السلطات، وهو ذهب وقام بجولات، وحتى أن جولدادو كابيو يعني نائب رئيس الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي وهو أيضا رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية قال أن رفع الحصانة سيتيح المجال القانوني لإجراء جميع التحقيقات من قبل النيابة العامة، لأنه هيئة الرقابة المالية للجمهورية أيضا تحركت. فهو يعني كل ارتكب العديد من الأمور منذ تاريخ 23 كانون الثاني، أثار أعمال عنف في البلاد، قام بتصريحات في بلدان أجنبية، طالب بالتدخل الأجنبي بتجميد أصول وأموال عامة للشعب الفنزويلي، وهذا كله يعتبر جرائم خطيرة ضد الدستور. الآن التحقيقات التي تجري حاليا بخصوص التعامل والتواطؤ مع دول أجنبية على حساب شعب فنزويلا وأمواله العامة، هي اعتبرتها يعني كاراكس اعتبرت كل ما قام به أنه انقلاب قيد التنفيذ. أيضا بالإضافة إلى ذلك هناك خلية إرهابية كان يتزعمها المدير مكتبه وهو نائب أيضا مدير مكتبه لغويدو. الآن قامت يعني الدنيا ولم تقعد عندما اعتقل ماريرو. الآن المعارضة لا تأتي على ذكر ماريرو، فقط تقول أنه إذا في حال تم اعتقال غويدو فهذا سيكون عملية انقلاب عليه، ونسوا يعني أرى أن الأحداث يعني تتتالى بسرعة غير معقولة في فنزويلا. ولكن الرئيس مادورو من جهته أكد أن فنزويلا ستنتصر في هذه الحرب، يعني حرب الكهرباء والعدوان الكهربائي، يعني هذا يجب إلقاء الضوء عليه، أن هذا الشعب اليوم يقاوم ولكنه ليس لوحده أمام محاولات اليمين الداخلي والدولي لزعزعة استقرار البلاد. قال مادورو شعبنا ليس وحده في المعركة، فالحكومة البوليفارية بأكملها منتشرة على الأرض لمواجهة العدوان الكهربائي وللحفاظ على السلام ووحدة الأراضي، وستخرج فنزويلا منتصرة. هي حالة طوارئ حقيقية بكل معنى الكلمة. ربما يلجؤون إلى تقنين الكهرباء، ربما يعني يقومون بكل ما يستطيعون لحل التبعات التي خلفتها الهجمات الممنهجة الكهرومغناطيسية وعمليات التخريب المباشرة في منشآت المحطات الكهرومائية. يعني فلذلك اليوم فنزويلا هي على جبهتين، جبهة استعادة التيار والخدمات العامة التي ألحقت يعني خربتها المعارضة، والسلطات القضائية تقوم بعملها ضد هذا الإنسان الذي ارتكب ما يكفي من انتهاكات للدستور. شكرا جزيلا لك وفيقة إبراهيم مديرة موقع الميادين إسبانول. هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا
الأمم المتحدة تحذر، ربع المرافق الصحية في العالم يعاني من نقص في خدمات المياه. أهلا بكم من جديد. في اليمن، أفاد مراسل الميادين باستشهاد 4 مدنيين بغارات للتحالف السعودي على محافظة البيضاء وسط البلاد. إلى ذلك قالت مصادر يمنية للميادين أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصاروخين خميس مشيط السعودية، ما أدى إلى سقوط جرحى. فيما قال المتحدث باسم قوات التحالف السعودي تركي المالكي أن منظومة الدفاع الجوي رصدت جسمين يتجهان نحو مدينة خميس مشيط السعودية ودمرتهما. فاتورة حرب التحالف السعودي يدفعها الأطفال النازحون مرة عند فقدان الأب وتلمس مرارة اليتم، ومرة ثانية عند تفاقم معاناتهم وتشردهم. أحمد زبيبة. انتهت الحال بالطفل محمد وشقيقته رنا هنا مشردين في صنعاء، من عائلة فقيرة إلى أخرى من أقربائهم ولا قدرة على رعايتهما أو إطعامهما. عام من الضياع والفقر بعد استشهاد 6 من أفراد العائلة في ضربة جوية للتحالف السعودي على منزلهم لتقضي على مستقبلهما في مديرية أفلح اليمن بحجة غرب اليمن. 18 غار على المنزل، استشهدوا أبي وأمي واثنين أخواني وجدي علي أبو أبي وجدي أبو أمي. هؤلاء يمرون الآن بمأساة إنسانية وحالة من الرعب والقلق، مثل تقول الحالة النفسية، بسبب فقد أقربائهم من يحولهم، أمهم أبوهم، فقدوا الحنان، فقدوا العطف، فقدوا الرعاية التامة. ظروف الحياة القاسية التي فرضتها الحرب السعودية بدت واضحة لدى نازحي حجة. أكثر من 134 ألف أسرة نزحت إلى خارج المحافظة، أما النزوح الداخلي فقد بلغ 80 ألف أسرة. فالحرب أدت إلى تشريد الآلاف من الأطفال وإلى حرمانهم دفء العائلة. بعض الحالات كمان فقدت أهلها بشكل كامل، وهذه مأساة شديدة جدا، يعني غير الآن، غير فترة الضرب، غير فترة يعني المأساة نفسها، مأساة الآن تتكرر كل يوم من الجوع، من الحرمان، من فقدان التعليم. بعد أن كان النازحون والذين يقدر عددهم بثلاثة ملايين شخص أعزة في ديارهم، غدوا اليوم تحت رحمة القدر، فهم ضحايا حرب ظالمة لا ذنب لهم ولأطفالهم فيها. الأطفال هم وقود حرب التحالف السعودي، وهم الذين تجرعوا مرارة التشرد واليتم المبكر، فيما المنظمات التي تعنى بالطفولة تغض الطرف عن حالهم وعن معاناتهم المستمرة. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعد جوفن أن اللجنة ستمنح الوثيقة الرئاسية للفائزين في المدن والمناطق التي لم يجري فيها الاعتراض على نتائج الانتخابات. جوفن أشار إلى أن اللجنة أبلغت الأحزاب النتائج الأولية، موضحا أن فروعها ستقيم الاعتراضات لمدة يومين قبل تقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات في المقر الرئيسي بأنقرة. رياح التغيير، إنه زمن الإصلاحات والمراجعات لسلوك الأحزاب وأدائها. عقدة إسطنبول تغير المعادلة، هكذا قرأت الصحف التركية النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي انتزعت فيها المعارضة رئاسة أهم البلديات من حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان. خسارة في أهم المدن ذات الكثافة السكانية مؤشر على تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية برغم تقدم التحالف الذي يتزعمه في عموم البلاد. نتيجة الانتخابات هذه سيكون لها ارتدادات كثيرة، ليس فقط في موضوع نجاح المعارضة في انتزاع العديد من المدن الكبرى من حزب العدالة والتنمية، بل في موضوع
المسار السياسي والحزبي في تركيا بشكل عام. لم يتقبل حزب العدالة والتنمية ما أفرزته صناديق الاقتراع، فاعترض على نتائج الانتخابات في أنقرة وإسطنبول، مشيرا إلى أن هناك مخالفات وشوائب حدثت أثناء عملية الفرز في هاتين المدينتين. ويرى البعض في طعن الحزب الحاكم انتصارا آخر لتحالف المعارضة، ولا سيما أن الانتخابات جرت في ظل إدارة حزب العدالة والتنمية. لا أعتقد أن تغييرا في النتائج سيحصل. ما هو مهم بالنسبة لحزب العدالة والتنمية هو إعادة ترتيب الأوراق. المعارضة كسبت في المدن الكبرى وهذا إنذار حقيقي، والمسؤولون في حزب العدالة يدركون ذلك جيدا. برغم الخسارة المرة، لا يزال حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يتصدر المشهد السياسي ويتحكم في جميع مؤسسات الدولة برغم الهزة الانتخابية الأخيرة، انتخابات كشفت حجم تراجع التأييد الشعبي وعكست تغيرا واضحا في مزاج الناخب التركي. من هنا، من هذه المدينة، بدأت مسيرة أردوغان السياسية. حقق فيها حلمه وأنجز فيها الكثير وتعلق بها إلى درجة العشق. تقول المدينة لا هذه المرة، فهل تقلب الطاولة أم أنها سحابة عابرة من دون تبعات؟ محمود واثق، إسطنبول، الميادين. ربع المرافق الصحية في العالم يعاني من نقص في خدمات المياه الأساسية، ما يؤثر على ملياري شخص حول العالم. وفي البلدان الأكثر فقراً، نصف المرافق يفتقر إلى الخدمات المائية الأساسية، ما يعرض حياة الأمهات أثناء الولادة والأطفال الرضع بنحو خاص للخطر، وفق بيانات جديدة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. الأرقام تشير إلى أن 15% ممن يقصدون المرافق الصحية يصابون بالتهابات. 17 مليون امرأة في العالم كل عام يلدن أطفالهن في مرافق صحية تنقصها أنظمة المياه والنظافة والصرف الصحي الملائمة. أخبار الاقتصاد مع الزميلة إليسار كرم. إليسار، صباح الخير. صباح النور أحمد. فضل. شكرا لك. أهلا بكم. قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك إن 3 من الدول الثمانية التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد النفط الإيراني خفضت وارداتها إلى الصفر. وقال هوك إن العقوبات أخرجت من السوق نحو 1.5 مليون برميل يوميا، ما حرم إيران ما يزيد على 10 مليارات دولار منذ إعادة فرض العقوبات، وهي خسارة لا تقل عن 30 مليون دولار يوميا. أعلن مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في سوريا أحمد الحمصي أن لدى الهيئة 25 مشروع تطوير جاهزا للمساهمة في سد الثغرة التي خلفتها الحرب في سوريا وتوقف حركة الاستثمارات. وقال الحمصي على هامش مؤتمر للإعلان عن المعرض الدولي للاستثمار العقاري إن جهات عامة إضافة إلى القطاع الخاص تتولى مشروع تأمين المساكن في سوريا. لدينا نحن في الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري 25 مشروع تطوير عقاري خالص وجاهز ومحدث، بالإضافة إلى مشاريع قيد الدراسة ومشاريع أخرى قيد الأحداث. هذه المشاريع تساهم بسد الثغرة التي خلفها يد العدوان والإرهاب والحرب الظالمة على سوريا. نحن نساهم مثل ما قلت لك بهذه المشاريع في سد هالثغرة هاي، بالإضافة إلى جهات تانية في وزارة الأشغال العامة والإسكان اللي هي المؤسسة العامة للإسكان. انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل قرار الحكومة رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة خلال أقل من عام ونصف عام، داعيا إياها إلى التراجع عن القرار غير الشعبي بحسب تعبيره. رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد علق على هذا القرار بالقول إن الحكومة اضطرت إلى ذلك بسبب الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنه قرار قانوني. ورأى الاتحاد العام للشغل أن هذه الخطوة تثقل كاهل المواطنين وتحملهم تبعات فشل السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة. العباد اللي يخدموا ويكاندز يقوموا يقاوا زادت وكاو
وعلاش الزيادة؟ هما زادونا 5 مرات السنة. لا نجموا ما نسكروش الثنايا، نستخدم على رواحها ما وقت اللي نحبوا نحيوا الزيادة، احنا نحيوا، احنا ما نصبوش ايسونس. مي مالوريزمون احنا ضعاف يعني. أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل رفض بلاده أي مشروع لإعطاء مساعدات أو قروض تحت غطاء النزوح، مشددا على ضرورة توفير كل المستلزمات الداخلية والخارجية لعودة النازحين إلى بلادهم. وقال باسيل إن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تتأمن بتطبيق القانون اللبناني وبالتعاطي مع المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية، وهذه 3 أجزاء للخطة ولا يجوز حصرها باتجاه واحد. بهذا نختم الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك أحمد. شكرا لك إليسار. أقيم في دمشق عرض أزياء للأطفال الذين يعانون من متلازمة داون. العرض حمل شعار نحن بنقدر. موسى ديراني. بثقة وثبات يشارك هؤلاء الأطفال في عرض خاص للأزياء في العاصمة السورية دمشق تحت شعار نحن بنقدر. وبمشاركتهم يحاول الأطفال المصابون بمتلازمة داون إبراز مواهبهم بهدف زيادة الوعي بشأن أهمية دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع. منظمو العرض أكدوا أنه سيساهم في دمج الأطفال الذين يعانون من مشكلة الاضطراب الوراثي في الجينات أو كما تعرف بمتلازمة داون مع أقرانهم من الأطفال العاديين. هي زيادة التوعية بدمج أطفال داون مع الأطفال العاديين، هنا بيقدروا يعملوا كل شيء مثلهم مثل أي طفل طبيعي، رح يكونوا على الستيج، رح يكونوا بعرض أزياء الأول من نوعه بسوريا لأطفال متلازمة داون. العرض الذي يعد الأول من نوعه في سوريا بدأت الاستعدادات له قبل شهرين وبمشاركة أكثر من 50 طفلاً. وقت كان صغير أنا كتير حس إنه يعني العالم بدها تحكي عليه، بدها يعني تنقده، بدها تخاف منه. لا الحمد لله يعني وقت صار يشارك ويفوت هيك فعاليات بالعكس العالم صار تتقبله كتير، هو صار روحه مرحب معهم. هاي فعالية بالنسبة لي إيجابية كتير للأطفال اللي مثله وإيجابية للبلد، فكتير حبيت أنا لما سمعت هيك خبر إنه عاملين هيك أطفال، يعني قديت تزيد ثقتهم بنفسهم، فالحمد لله بالعكس إيجابية 100% بعتبرها. منظمو العرض أكدوا حصولهم على التسهيلات اللازمة لإنجاحه والذي بدوره لاقى استحساناً لدى الجمهور أيضاً. كذلك شارك في الاحتفالية عدد من الفنانين السوريين وسار بعضهم على خشبة المسرح مع الأطفال في محاولة لمساعدتهم على الاندماج في بيئتهم ومجتمعهم. والآن إلى أخبار الرياضة مع الزميل محمد جرادي. محمد صباح الخير. صباح طبعا الخير. سنتابع معك بالإضافة إلى أخبار الرياضة، ما الذي قد يدفع عداء إلى التسابق مع سيارة أجرة وليس مع وبكل الأحوال السهم الجامايكي يوسين بولت بسرعته التاريخية التي عرف بها في سباق 100 و200 متر تاريخيا، وسنتابع إن فاز في هذا السباق مع محمد معك. فاز تفضل. شكرا. أهلا بكم. حقق الأهلي فوزا قاتلا بثنائية على مضيفه الاتحاد السكندري في المرحلة 27 من الدوري المصري ليتصدر الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم بشكل مؤقت أمام الزمالك. المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش في برج العرب بلغت الإثارة فيها ذروتها في الوقت المحتسب بدل من ضائع، حين استرح الأهلي التسجيل عبر التونسي علي معلول قبل أن يضيف صالح جمعة الهدف الثاني. لتشكيلة النادي الأهلي خصوصا لما يأخذ لقاءات وادي رمضان. يا سلام، عدى وفات، عدى وفات رمضان، وبكرة ممكن إجوان، وادي تاني الإجوان يؤكد الانتصار. مباراة مجنونة شهدها ملعب لا سيراميكا، تبدلت الدفة فيها أكثر من مرة قبل أن تنتهي بالتعادل برباعية بين فياريال وضيفه برشلونة في الأسبوع 30 من الدوري الإسباني. تقدم برشلونة بهدفين قبل أن يرد فياريال برباعية قبل 10 دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي، قبل أن ينتفض البلاوغرانا بدخول ميسي ويدرك التعادل عبر النجم الأرجنتيني وسواريز في الدقائق 3 الأخيرة.
بات يوفنتوس على بعد 3 انتصارات فقط من إحراز لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم للموسم 8 على التوالي بغض النظر عن نتائج وصيفه وملاحقه نابولي بعدما ساهم الواعد مويس كين بقيادة للفوز على مضيفه كالياري بهدفين. اليوفي افتتح الأسبوع 30 من السيريا بفوز جيد برغم غياب نجم كريستيانو رونالدو لإصابة طفيفة. افتتح ليوناردو بونوتشي تسجيل للبيانكونيري بقرار رأسية وأضاف النجم الواعد مويس كين الهدف الثاني. وعلى ملعب سان سيرو خطى ميلان خطوة ناقصة في مشوار العودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 5 أعوام بتعادله مع ضيفي أودينيزي بهدف. وبعد سلسلة من 10 مباريات من دون هزيمة بينها 5 انتصارات متتالية تلقى ميلان هزيمتين على التوالي أمام جاره اللدود إنتر على أرضه ثم أمام سامبدوريا قبل أن يهدر 2 نقطة أمام أودينيزي الذي يصارع لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية. هدف في الوقت القاتل مع الاستعانة بحكم الفيديو المساعد منح لايبزيغ بطاقة العبور إلى النصف النهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على أوغسبورغ بهدفين لواحد. المواجهة كانت متكافئة بين الفريقين حيث افتتح لايبزيغ التسجيل منتصف الشوط الثاني عبر الدولي الألماني تيمو فيرنر من أول تسديدة له في المباراة. وفي الوقت المحتسب بدل من ضائع أدرك أصحاب الأرض التعادل عبر ألفريد فيغمون باكرسن. وبعد الاحتكام إلى 2 شوط إضافيين نجح لايبزيغ بخطف الفوز من ركلة جزاء ترجمها هالستنبرغ في الوقت البدل من ضائع للشوط الإضافي الثاني. يخوض توتنهام هوتسبير مباراته الأولى على أرض استاده الجديد عند استضافته اليوم كريستال بالاس في المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد تعرضه ل4 هزائم في آخر 5 مباريات في الدوري الممتاز بات توتنهام مطالبا بالفوز على كريستال بالاس لا سيما أنه يخوض مباراته الأولى أمام جمهوره على الملعب الجديد. بعد تفوقه في أغلب السباقات التي خاضها أمام خصومه انتقل العداء الجامايكي يوسين بولت إلى نوع جديد من التحدي يتمثل في التسابق مع سيارة أجرة في أجواء استعراضية في العاصمة البيروفية ليما. تسابق بولت مع سيارة أجرة من طراز توك توك أو الركشة ولم يجد العداء الجامايكي المعتزل أي صعوبة في الفوز بالسباق إذ اندفع بسرعة إلى خط النهاية وسط تشجيع كبير من الجماهير. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية. نشكر لكم حسن المتابعة. أعود إليك أحمد مجرد. شكرا لك محمد على كل هذه الأخبار. في ختام النشرة نبقى مع خبرين. أولهما من الصين حيث جرت عمليات تفجير من نوع آخر تجذب السياح شمال شرق البلاد. ففي محاولة لتفادي حصول فيضانات كارثية لجأت السلطات المختصة إلى تفجير الجليد على سطح الأنهر. تم وضع المتفجرات في مواقع مختلفة لتغطية مساحة 2.7 كيلومترات. ومع حدوث الانفجار تصاعدت أعمدة من الجليد في الهواء على ارتفاع عشرات الأمتار وشكل مشهدا لافتا. أما الختام فمن النمسا مع نزيلين استثنائيين إنهما غزلان من نوع سيكا النادر انضما إلى المرفق السياحي. هما من فصيلة نادرة انقرضت في الحياة البرية ويتميزان ببقع بيضاء تسمح لهما بالتخفي في الغابات. لم يعد لهذان الغزلان أو لهذه الغزلان وجود إلا في حدائق قليلة في العالم. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يستقيل من منصبه وتظاهرات في الشارع ترحيبا بالقرار. استشهاد شاب فلسطيني برصاصين مستوطن جنوب نابلس بعد الاعتداء عليه رغم خطورة حالته وتركه ينزف حتى الموت. تظاهرة لعشرات الحاخامات المناهضين للصهيونية في نيويورك لمطالبة ممثلهم عن بروكلين بالاستقالة والاعتذار عن تصريحات معادية لفلسطين. الجمعية التأسيسية في فنزويلا ترفع بالإجماع حصانة نيابية عن غويدو والإعلام يكشف خطة للمعارضة للاستيلاء على السلطة بدعم أمريكي. الجيش اليمني واللجان يستهدفون خميس مشيطة السعودية بصاروخين واستشهاد 4 مدنيين بغارات للتحالف السعودي على البيضاء. وكان في النشرة أيضا الصين تستبق الفيضانات بتفجيرات جليدية أعمدة بيضاء
تجذب مجموعات السياح. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.